السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال وبخير وعلى خير. كيف كتشوفوا اليوم جبتكم فيديو مغاير على الفيديوهات اللي سبق لي عملت لكم على القناه ديالي. اول حاجه كنشكر كل واحد كيكتب لي اي تعليق، كيشجعني، كيساندني، كنشكركم بزاف. وبكم انتم انا مستمره. كيف قلت لكم جيتكم من العنوان باين، جبت لكم اشياء مشترياتي اللي سبق لي شريتها من قبل وبغيت نشاركها معكم، وكذلك اشياء الله توصلت بها من موقع الكتروني يمكن تقدر تفيدكم، خصوصا بالناس اللي عايشين في الخارج والمانيا اللي كتلبوني بزاف بحمت لهاد الفيديوهات. قلت لهم علاش لا، مادام عندي هاد الاشياء اشتريتها نشارككم تعرفوا عليها، يمكن تفيدكم ولو بالقليل. اول حاجه غنبدا بها كلشي باقي بالبلاستيكات، لانني في اشياء بعد ما توصلت بها غير اليوم، واشياء توصلت بها من هاد الشهر وشي شهر هذا، وباقي شي اشياء باقي ما وصلوش ليا. قلت نوريكم بعدا هادو تشوفوهم، ربما يعني يعجبوكم وتستافدوا منهم بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهمش. هاد النوع البلاستيك كيف كتشوفوا هي مطاطيه تاع السيليكون، هذه ممتازه بزاف صراحه، جد رائعه. كتحطي فيها اي حاجه في الفرن بغيتي تحطيها، وكيف كتلاحظوا فيها خطوط من الداخل كيف كتشوفوا هاد المثلثات، وهي غميقه من الداخل، نتمنى تكون باينه لكم. كتحطي فيها مثلا بغيتي تحمري دجاج، تحطي فيها اي ستيك بطاطا، يعني اي حاجه ومبغيتيهاش تكون مشربه بالزيوت والماء ديالها. في هاد الخطوط كينزل، كتحطها في صينيه، في هاد الخطوط كيتستقطر وكينزل، والقطعه الدجاج كتبقى كما هي ناشفه زوينه، يعني مفيده، عندها عده استعمالات. ان شاء الله غاد هاد المشتريات كلها نحاول نحطها لكم فوق في فوق اسفل الفيديو باش تعرفوا عليها اكثر. هذه كثير يعني ممتازه، وكذلك غنحط لكم الاسعار بالنسبه للناس اللي باغيين يشوفوا الثمن ديالها، لانني ما كنتش عاقله بزاف، ولكن الاسعار بصراحه جد مناسبه مقارنه بالمحلات التجاريه معروفه هذه، الا اذا كان عروضات او حاجه، هذيك حاجه اخرى. هذه يعني عندها عده استعمالات زوينه بزاف، كيف كدار في الفرن، والدسم والدهون كله كينزل في هاد الخطوط وكيمشي. هذه اول مشتريات. ثاني حاجه هادو تاع السيليكون، خصوصا الناس اللي مهتمين بزاف اللي كيعملوا الحلويات، حلويات السكر كيف كنعمل انا، ان شاء الله نشارككم عديد من الحلويات، بقى مشاركتكمش فيها تاع حلويات السكر وهكا عجينه السكر. هذه زوينه بزاف، هذه كان شي مناسبه او عرس او خطوبه، زوينه بزاف الشكل ديالها، يمكن ما غاديش يبان لكم بزاف، كاين هذا الشكل وكاين هذا الشكل. كتعملي فيها نوع من العجينه السكر ونوع خاص، وكتعمليها في هاد، تكونوا عارفينها تعمليها هنا وتخليها حتى تنشف، ومن بعد غتشيليها كيولي بحال دونتيل، عباره عن دونتيل، وكتغلفي به القالب الكاطو، وممكنكم تلونوه كيف ما بغيتوا. يعني المنظر ديالها والقيمه ديالها اكثر من الثمن ديالها، الثمن ديالها رخيص بزاف، ما كنظنش ما فايتش 4 يورو كنظن. هذه كلشي غنحط لكم الفوق، وكذلك كاين هاد النقشه غزاله بزاف عجبتني، جبتها حتى هي حتى هي نقدر نعملها في الكاطو. هاد الاشياء مهم يكونوا في البيت ديالكم، وكيسهلوا عليك شحال من حاجه، كتبغي تزيني شي حلويات كتلقاي كلشي موجود عندك في البيت، يعني ماشي بحاجه تخرجي للمحلات، والمحلات كيف كتعرفوا اثمنه جد غاليه بالنوع، الا اذا كان فيه تخفيضات. هادو اشتريتهم اثمنه رخيصه، موقع الكتروني سميتو الايباي، هو اللي كان اكثر الاشياء كنجيبها من عنده بصراحه، يعني بصراحه الوقت اللي كيقولوا لك يجيبوا لك الاشياء يعني في وقتها. والشغله الثانيه هذه تاهي عجبتني بزاف بزاف عجبتني، هذه خاصه بالبانكيك فانكوخن، يعني الكب كيك، يعني ماشي كب كيك، الكب كيك شيء ثاني، يعني عندها استعمالات كثيره في مناسبات، يعني بحال هكا زوينه تعملها على عباره عن قلب، كذلك ممكن تعملي فيها البيض،
اي حاجه كتعمليها بحال ما هاد الجهه كتحطيها فوق من المقلات وكتشد مزيان لانه من السيليكون كتلصقيها وكتكبي فيها البانكيك او البيض او اي حاجه نتوما باغيين تخليوها حتى تستوي على درجه مهيله ومن بعد ما تشد في راسها مباشره تقلبوها بحال ما هكا وغتستوي الجهه التحتانيه ومن بعد ما تسالي غتعملوا بحال ما هكا وغادي يخرج كلشي داكشي اللي عملتو وكيجي الشكل ديالو جميل وراقي وزوين تزينوا بالصفره ديالكم هذه عجبتني حتى هي غزاله نفس الشيء جبت كذلك دوائر فيهم اكثر من هذا فيها أربعة قلب هذا فيها أكثر فيها سبعة هي نفس الشيء البيض البانكيك يعني أي حاجة نتوما عاملينها تعملوها كمجرد على نار مهيلة تشد في راسها وتقلبوها مباشرة كيجي المنظر ديالها جميل وراقي زوينة بزاف عجبتني صراحة وهذه كذلك عجبتني هذه توصلت بها اليوم أشياء توصلت بهم هما اليوم الصبح طق الجرس ديال هذا اللي كيجيب الاغراض هذه زوينه بزاف باقا ما حليتهاش بصراحه لانه بعدني توصلت فيها اليوم الصبح كتعمليها بحال هكذا مثلا تحطي البطاطا تحطي الطماطم تحطي البيض تهزي بها حتى لشي ساندويشات بحال هكا وتاخدي السكين وتقومي تقصها بكل سهوله بلا ما تجرحي لا ايدك ولا حاجه كتحطي مجرد البطاطا او البيض هكا وتقطعي بالسكين بحال ما هكا كيجيو قطع متساويه رخيصه بزاف هذه ما كنظنش غاليه كلشي هادو رخاص ما غاليينش الاثمنه كلهم نحطو لكم ان شاء الله فوق الفيديو ان شاء الله يعني عمليه وزوينه عندها عده استعمالات كتهزي بها حتى الساندويشه بحال ما هكا ان شاء الله غنحط لكم الصوره ديالها وطريقه الطريقه اللي كيستعملوها ثاني شيء هذه ثاني زوينه عجبتني بالنسبه خصوصا الناس اللي عندهم عائله كبيره وكل واحد اشنو كيبغي في بالنسبه للبيض كاين اللي الناس اللي كيبغيو بيض ما مش مستوي بزاف يعني من الداخل كيكون باقي ني يعني باقي ما طيبش وكاين النوع اللي كيبغيه بين وبين نص نص وكاين النوع اللي كيبغيه طيب كله بحالي انا يعني بلا ما كل واحد تعملوا له في طنجره ويطيب البيض ديالو بوحدو في طنجره وحده كتحطي البيض كيف كتشوفوا هي الصوره ديالها بنتي لعبت فيها مزيان لقيتها كتاكل فيها ها هي الطنجره حاطين فيها البيض طنجره وحده تحطي فيها البيض وتحطي هذه وسطهم وفما الا وصلت لكم لدرجه المرض هذا واحد الخط في مرض وفي ميديوم وفي سوفت يعني باقي نيه من الداخل باقي مستويه نص نص وصفت انه مستويه كلها اي هارد يعني تحطي ملي وصل الخط تاع الهارد سوفت تحيدي البيض اللي باغي ياكلو خضره نفس الوقت الا وصلت الميديوم تحيدي البيض اللي كيبغي النوع اللي ياكلوه بين وبين ولا وصلت الهارد يعني صافي انه استوت كثير تحيديها حيت كاين الناس بزاف ما كيعرفوش درجه البيض اللي كيستوي وكاين اللي كيخلي مده اكثر ما كيجيش مزيان ما خصوش يكون بحال ما كيخلي اكثر من الدقائق اللي خصو يستوي هذه عمليه بزاف صغيره وزوينه كتحطها فقط فوق الطنجره مع البيض وفما توصل الخط كيتغير اللون ديالها بطبيعه الحال انت غتعرفيها باللون وكتحيدي كل واحد كياخذ البيض كيف ما بغاه وكترضي جميع الادوار خصوصا اذا كانت عائله كبيره كل واحد شنو كيباغي بلا ما كل واحد يحط الطنجره ديالته هذه عمليه بزاف وزوينه ومنظر ديالها زوين وما كتاخذش المطرح يعني كنشوفها زوينه صراحه بالنسبه للناس اللي كياكلوا البيض يوميا بحالنا وهاد المكانه هي عجبتني بزاف هذه المكانه غزاله فيها البطاريات من الداخل هنايا كيف كتشوفوا بالبطاريات كتسكر عليها بحال ما هكا واي حاجه بحال مثلا شريتو شيبس او حاجه مثلا او اي ماكولات او رز او اي حاجه شريتوها وهذاك النوع يعني من النوع اللي خصو ضروري تسد وحتى تكونوا برا وما بغيتوش تحطوه في شي قنينه وهكا مجرد الكيس كتنيو على كتني الكيس بحال ما هكا وكتدوزي عليها هكا وكتسد تماما وكيخرج من كتضغطي عليها وما كيخش فيها الهواء مجرد تكبسي بحال ما هكا وكتبقى في البلاستيك وكتبقى غاده بحال ما هذا الشكل هذا ما
مثلا بحال هذا الشكل هذا تقطي وتخليها شويه وتبقاي غاده بحال ما هذا الشكل بحال هكا. الحراره انا البطايات ما عرفتوش واش خدامين، دوزي عليه بحال هكا وكتسد بكل سهوله كيف شفتوا. ها هي الخط مسدوده بحال المحلات اللي كتشريوها. يعني زوينه، غير تاخذ الوقت واحد الوقت شويه وتبقى تعمل هكا كتسكر. جربتها شحال من مره مزيانه بصراحه ما بيهاش. وتكونوا برا مثلا عطيتو وليداتكم شي حاجه ماكله وبغيتي تسدو عليها باش ما يخرج لها الهواء باش ما تخسرش، مجرد دوزي تسدو زعما هكا وكتطلق واحد السخونيه وصافي. ما فيها لا ماده ولا شي حاجه، غير البلاستيك مع بعض كيتفاعل مع السخونيه كيتسد. هذه زوينه بزاف صراحه، نتمنى الاعجابكم. كذلك واحد الشيء كثير مهم ومهم ومهم خصوصا الناس اللي مهووسين بالحلويات بحالي انا، هذا الله تحلف ليا دابا كتكون بهذا بهذا الشكل هذا. هذه جد رائعه بعدا هذا كتصيفطوه ليا بالعلبه ديالها، لانه بعد ما توصلت به بصراحه. هادو هما كلشي كيعرفوهم، وكل وحده مهووسه بالحلويات ومهم يكون عندكم بالبيت. بالنسبه لي سبق لي شريتهم كله كنت دائما كنشري بالبلاستيك، يا اما كيتكسروا يا اما هكا، يعني ماشي عمليه بزاف وما فيهمش متنوعين. هاد الاقماع وهادو خاصين بالحلويات، اقماع الحلويات مع الزيت الحلواني البوش تاعولو. البوش فيه ازيد من كنظن 50 او 100 بصراحه، نسيت كنظن 50 او 100 نسيت صراحه، يا 50 يا 100. غنحط لكم في فوق الفيديو ان شاء الله العدد ديالو. هذا يا 50 يا 100 لانه نسيت صراحه، لانه كيعطيك بزاف عروضات وانت كتختاري. انا اختاريت كومبليت، يعني اما كتختاري هذا 56 قطعه، يمكن لك تختاري شي 30 قطعه او 56. انا اختاريت كل شيء بخطره، يعني كتزيد واحد الثمن قليل وكتاخذي كل شيء، كيوقع عندك مره واحده وصافي كتشري وكتهناي. والجيب الحلواني كيف كتشوفوا الشكل ديالو، ها هو جد رائع وكيكون مسدود من هنايا، قلت لكم يا 50 يا 100. والاقماع ديالهم هادو من ستانلس اللي ما كيصديش نهائيا، يعني كتشري مره وما كيتضغطي عليهم ما كيعوجوش، يعني نوعيه ممتازه. وهاد التويشيات ما عرفتش شنو سميتو، هادو اللي كتعمليهم بالحلويات كدوريهم كتحطي فوق منهم ورق الزبده وكتعملي وريضات. ان شاء الله شي مره فيديوهات جايه ان شاء الله غنعمل لكم هادشي كله. كتعملي ورده وكتحطيها كتنشف وكتحطيها كتزيني بها قالب الكاطو ديالك، جد رائعه. حاطين فيها جوج. والاقماع كيف كنقول قلت لكم حاطين هادو بروفيسيونيل، يعني تاع الناس اللي مختصين في الحلويات كيستعملوهم، ممتازين هادو. في المحلات ما كتلقايهمش بصراحه، انا جبتهم من مواقع الكتروني. هادو كلشي اللي وريتكم مواقع الكتروني اي باي، انا دائما كنتعامل مع الاي باي بصراحه. كاينين مواقع كثيره. وهذا ديالو بلاستيكه باش كتسدي، يعني 56 قطعه، يعني ما يضيعوش لك الا ما كيخسروا ما والو الا لو ضرتيهم ولا شي حاجه. والحلو ديالو انه عاملينه في علبه كيبقاو منظمين صراحه، العلبه ديالتهم كتبقى منظمه ويعني الشكل ديالها جميل. كتحطيها ما كاين اللي غادي تخسرها، حسن ما كتكون كل حاجه حاطاها في جهه وكتبقاي تقلبي في نواه الراس اللي بغيتي في نواه الراس، يعني عمليه وزوينه وكاليتي ديالها زوين والثمن ديالها جد مناسب صراحه. ما وصلش كنظن كان شي 20 يورو، ولكن شي حاجه مزيانه. حسن ما تبقاي تشري كل مره بالمحلات هذوك البلاستيك، مره كتشريها ب 5 يورو مره 6 يورو مره 3 يورو، يعني جمعي هادشي كله غتبقاي ضيعتي اكثر من الثمن اللي غتشري بهذه. يعني من احسن الواحد يشري هاد النوعيه ويرتاح وبروفيسيونيل وما كيصديوش نهائيا وما كيتهرسوش، يعني وما كيعوجوش، يعني شي حاجه اللي جد رائعه. انا عجبتني هاد الاشياء، من الاشياء اللي عجبوني بزاف. كنت من فتره بغيت نشريهم والله شريتهم صراحه، جا وقت باش شريتهم. كل مره كنعكز عليهم، وهاد المره قررت قلت صافي خصني نجيبهم، حيت دائما كنشري بلاستيك وما كيعجبنيش
ما كيعجبنيش الروس ديالو، ما كيخرجش ليا الحلوه كيف ما بغيت، وما كاينش الاشكال كلها كيف ما بغيت. هنا كتفني فيهم كيف ما بغيتي بصراحه، رائعين. وكذلك زياده شي البوش في عدد كبير كثير، هادو جوج طابل يعني كتعمليهم استعمال واحد وكترميهم في نفس اليوم، زوينين بزاف بصراحه لابوش. انصحكم البنات تشريوهم هادو، بالنسبه خصوصا الناس اللي مهتمين في الحلويات وكيعملوا بزاف ديال انواع الحلويات، راه هذا جد رائع وكيتسقط من هنايا وكيبقى الشكل ديالو جميل. نتمنى ينال اعجابكم هذا. وفي حاجه اخرى، اخر حاجه بالنسبه للموقع الالكتروني، هادو تاهما زوينين بزاف، هاد البلاستيكات انا حيت لهم الورقه باش تشوفوهم مزيان. هادو غطايات زوينين بزاف، عمليين بلاستيكا مطاطيين، هذا بلاستيكا حاطين هذا البلاستيك مطاطيين كيف كتشوفوا. هادو لو بغيتي تغطي، ما عندكش الغطاء تاع شي حاجه وشي زلافه شي كاسه، بغيتي تحطيها في الثلاجه في المبرد، خفقتي شي حلوه ما عندكش الغطاء ديالها خصك ضروري تسديها، هادو زوينين عمليين ورخيص بزاف. كاين الصغير ديالها، كاين الصغير، انا كنسى ما كنقربش ليكم، كاين الصغير ديالها، كاين المتوسط بين وبين، وكاين هاد الحجم وكاين الحجم الكبير، يعني جد رائعه. مثلا كتاخدي زلافه كعملتي فيها خفقتي فيها شي حاجه ولا يعني اي حاجه مهم عملتي فيها، ما عندكش كيفاش بغيتيش تحطيها في شي علبه ولا شي حاجه، ما عليك غير تاخدي هذا وتعملي هذا الشكل هكا، يعني سهله صراحه. كيف كتشوفوا هيا كتعملي هكا كيبقى مضغوطه بزاف وما كيخرجش منها حتى حاجه، يعني جد رائعه. حتى كتحليها باش كتحل بحال الشكل هذا، فيها الكبير وفيها الصغير وفيها المتوسط، يعني بصراحه مزيانه ما بيهاش. بالنسبه للناس اللي ما عندوش ما كيتسدش ليهم شي حاجه ومزروبين، كيعملوا غير هذه وكتكبي بحال هكا والو، ما حتى حاجه ما كتخرج، ولو يكون سائل كيبقى كما هو، غير خصك تغطيها مزيان وصافي. اما هي راه جد زوينه وعمليه، هي راه زوينه. هادو حبيباتي اخر مشتريات اللي شريتهم من موقع التجاري، موقع الكتروني ايباي. حبيت نوريكم حوايجات اخرى خصوصا الناس اللي عايشين بالمانيا، يمكن يفيدوكم هاد الفيديوهات، خصوصا الناس بزاف كيبغيو كيطلبوني كيبغيو يعرفوك عملي فيديوهات حول المحلات، كيبغيو يعرفوا شنو المشتريات، شنو الرخيص، شنو المحل الرخيص. ان شاء الله غنحاول في المستقبل نعمل لكم مثل هاد الفيديوهات، الا كنتو حابين في هذا الفيديو معكم الا تكتبوا لي في التعليق تعملوا لايك باش نعرف انكم باغيني نعمل لكم هذه الفيديوهات. وان شاء الله كاين بزاف ما يتشاف بصراحه هنا، وكاين بزاف العروضات وبزاف الاشياء خصوصا بالنسبه للبنات الجدادات، تقدر يفيدكم هذه الفيديوهات. حبيت نوريكم ثاني حاجه اخرى، هذا من المحل التركي، عاملين فيه تخفيضات جد مهمه، زوينين بزاف ونوعيه غزاله بصراحه. وهذا المولات ديال الفرن يعني في المحلات الثانيه وفي ايكيغ، هذا لوحده تقريبا 8 يورو، غالي بالنسبه لواحد هنا في الاتراك، مبيعينو رخيص. مثلا غنوريكم هذا الفوقاني، هو الاول المول، شريت نوعين، شريت دائري وشريت هذا شو اسمه مربع، نحاول نفتح لكم. شو تبارك الله شحال كبير، هادو باقي جداد، انا باقا شاريه ماشي من زمان، عاملين فيه كيفاش هذا الورقه. كاين هذا الصغير يعني هاد الجوج بخمسة يورو، يعني الدوري تاع عيالي ما تلقايش هاد بهاد النوعيه بهاد الثمن، يعني في المحلات كوفلاند والمحلات الثانيه والايكيا كذلك كنشتري من اشياء بزاف، ولكن بالنسبه لهادو ارخص بالنسبه للمحلات الثانيه، بجوجهم بخمسة يورو. يعني كل علبه كتشتريها باللي فيها، سواء فيها بياسه واحده او جوج بياسات او ثلاثه، الثمن ديالها 5 يورو لا غير. انا من سولتو قال لي 5 يورو، قلت لي واش بجوج، قال لي كل علبه كيما شريتيها باللي فيها بخمسة، يعني ما ترددش وبسرعه شريتهم. هذا حجم كبير بزاف بصراحه زوين، وهذا الحجم متوسط يعني جد رائع، تحطيه في الفرن تعملي فيه غراتان واي حاجه، وتقدري تعمليه حتى في السفره تحطيهم بحال ما هكا تعملي فيهم الرز وهكا، الشكل ديالهم جميل بزاف وزوينين ونوعيتهم رائعه. هذا 5 يورو، تعملوا فيهم بسبوسه يعني اي حاجه.
يعني كثير كثير يعني عجبني هذا الستايل ديالو. كاين هذا الحجم كذلك الكبير، الحجم كبير حاطين فيه غير واحد، ها هو حاطين فيه غير فقط حجم واحد كبير بزاف، كبير 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 عاملين فيه غير واحد لانه الحجم ديالو كبير ومربع. هذا مطلوب بزاف، هذا صراحه كنت باغاه من فتره، ودائما كنشوف المحلات اللي عاملين اسعار مناسبه، وبالصدفه كنت ناوي نشري، مشيت مباشره على محل التوركيكس غادي نشريه باي ثمن لان كنت محتاجه، يعني الثمن ديالو جد مناسب والشكل ديالو كبير بزاف. تعملوا في اي نوع من الحلويات، اي نوع من الكراتان، يعني اي حاجه تحلاية، اي حاجه زوينه، حتى في الحطه زوين في الطوله تحطوه، يعني ماشي غلط، يعني جميل بزاف وثقيل، يعني ماشي خفيف، الزاج ديالو زوين بزاف. البنات اللي عايشين في المانيا حاطينهم كنظن مازال، روحوا سيروا اشتريهم، راه كاينين اشكال بزاف، كاين دائري، كاين دائري بحال ما هادو، كاين مربع وكاين مربعات صغار، حتى هما حاطين فيهم جوج. انا ما اشتريتش مربع لانه عندي مربع، في مربع كبير في صغير مع بعضياتهم، 5 يورو فقط، يعني ثمن جد مناسب، يعني وثقال عفوا. اما بالنسبه للمحلات هذا سبق لي عملت لكم فيه تحلايه تاع الكريز حلا البارد، هذا جد رائع واشتريته ثمن مناسب جدا من الالدي. بالنسبه للناس الالدي كيحطوا حوايجات زوينين، بالصدفه لقيتهم حاطين تخفيضات، يعني كيجيبوا مينات اشياء وما كدوز واحد الفتره قليله كيحطوا تخفيضات باش يجيبوا موديل جديد والوان جديده، لقيتهم حاطينه رخيص، ما كنظن ب 4 يورو 5 يورو كنظن بالكثير، كان حق الثمن ديالهم دوبل، يعني شي 10 يورو كنظن هذا اشتريته من فتره، يعني مشي شهرين انا اشتريته هذا. وبغيت نوري لكم راه فيه زوين، في اشكال كثيره، في احجام كثيره، في كل شيء. بصراحه نفعني بزاف من عملت انا هذا الحاله البارد، لانه ضروري كتبغي تستعملي هذا النوع من السيليكون، يعني زوين بزاف بزاف بزاف، يعني قلت لكم هو متعدد الاستعمالات ماشي فقط للتحلايه، تعملي في اي حاجه بغيتي ديريه، غير هو خصك تنتبهي له للسكين واشياء اخرى، يعني وعاملين في كل شيء، شارحين درجه الحراره اللي كيستحمل وكل شيء، يعني صالح للاكل، يعني غذائي، يعني هذا ماشي شي نوعيه اللي ماشي مزيانه. غزال الارض كيحطوا اشياء جميله صراحه، ما يعني اوقات كنلقاهم حاطين شي حوايج زوينين وبثمن مناسب، وشي حوايج كنخليهم حتى يعملوا تخفيض باش كنشريهم، وكنشريهم بثمن زوين بزاف. اما بالنسبه لهاد الارقام هادو زوينين بزاف بالنسبه للبنات اللي عايشين هنا، راه جبتو من نانو نانا، حاطينو بعض المرات كيعملوا 50% تخفيض، وبعض المرات كيحملوا واحد تيكيتا اورانج كيكونوا مرخصين اكثر واكثر، فما تشوفوا واحد تيكيتا حمراء اورانج معناته هذاك حاطينهم فقط ب 50 سنت. يعني في الاول ما كنتش عارفه، الا لاحظتوا عاملين واحد تيكيتا اورانج مدوره وما عاملينش السعر عليها، مخلين السعر الاصلي، معناته انه داك الشغله راه ب 50 سنت، ان شاء الله تكون 100 يورو اورانج تيكيتا مدوره صفر اورانج، معناته هذيك 50 سنت. كيف ما كانت هاد الملاحظه مهمه البنات، حاولوا تنتبهوا ليها في نانو نانا، كيكونوا 50 سنت بالنسبه للناس اللي ما عارفينش. وهذا جبت من عندهم، كانوا حاطينه تقريبا مرقصين فيه شي حاجه ماشي كثير، يعني مرقصين فيه شي 2 يورو ما عقلتش الثمن ديالو، بالعويدات ديالو كيبيعو، العويدات ما عرفتش وين حطيتهم، بالعيدان كتعمليه بالشوكولاته وكتخليه حتى يجمد وكتحيديه بالنسبه لعيد ميلاد واي مناسبه. الارقام كلها حاطينها، كيجي الشكل في التورته كتجي جد رائعه، فيها الالوان، فيها الاحمر كنظن، الاخضر والرمادي، انا اختاريت هذا اللون اللي كانوا حاليا تخفيض، وقلت علاش لا، غنحتاجو ضروري غنحتاجو في الحلويات، هذا جد رائع البنات. هذا كمان، هذا كذلك جبته من محل كنظن ماشي نانو نانا، حتى نانو نانا كيبيعو هذا، ما قلتش المحل اللي جبته منه، جبته بالتخفيض، كانوا حاطينه ب 4 يورو 3.99 ناقصين فيه 2 يورو، جبت واحد
هذا ماشي نانو نانا، هذا وول وورد. وول وورد نسيت، هذا اللي نانو نانا. هذا نانو نانا جبت من عنده، هذا تاع الكاب كيك، وعاملين اشياء كثيره الحلويات جد رخيصه، حاطينه بنص السعر. يعني انتم دائما تابعوا تحت تعملوا التخفيضات، الا ما يعملوا تخفيضات تبشروا الاشياء اللي انتم حابين. انا مره كنمشي ندير جوله، من هنا كنخرج بنتي، من هنا كنشوف المحلات شنو كاين في الاسواق، من كنلقى شي حاجه اللي مرخصينه وانا بحاجه ليها، انا بحاجه ليها، ماشي غنشري شي حوايج ولو هما مرخصينه وانا ماشي بحاجه ليها ونشري، لا كنشري حوايج اللي انا باغيهم وحاطه عينيا عليهم من فتره. من هنا كنخرج بنتي كندور، من هنا كنفوت المحلات اللي انا كنبغي نشري من عندهم، وكنلقى الا ما كنلقى شي مره شي حوايج مرخصين انا باغاها، وكنخطفها حاجه ولا جوج وكنشري الاشياء اللي بغيت. يعني هذه الفكره مزيانه. بالنسبه لمحل اين اورو، محل يورو، جبتني عندهم هذا تاع الكاب تاع هذا الكيك، جبت عند محل يورو. محل يورو عنده اشياء جميله بصراحه، ما كنتش كنمشي ليه من زمان، وليت كنمشي ليه مره وشويه لو وسط المدينه، مره ما كنمشي للمدينه كنمشي نعمل صيله وكنشري الحوايج. هذا تبع بوبسكيت، هذا بوبسكيت حاطين فيه مع وداد ديالو، ما عرفتش فين حطيتهم، باقي جداد باقي ما استعملتوش. كتعملي فيه الحلو الكيك، هنايا كتعملي الكيك كيبقى شكل واحد، كتعمريهم هنا شكيلات كيك، ومن كتعمريهم كتسكري عليهم بحال مع الشكل هذا، وكيدخليهم الفرن حتى يستوي وكيتنفخوا، ومن بعد كتحيديه وكتشيليهم من مطرحهم، ومن بعد باش تزينيهم بالشوكولاته كتعاودي تسدي بحال هكا وكتعلقيهم هكا تيستقطروا بحال ما هذا الشكل تيستقطروا، والشكل ديالهم كيجي شكل واحد وفورم واحد جميلين. باين اورو فقط بصراحه، بيورو لا غلا المسكين رخيص بزاف. كذلك جبت من عندهم هادو، هاد الثلاثه تاع الكيك تاع الكريمه، تعملي اي كريمه وما كتحتاجيش كميه كبيره، غير بغيتي تزيني شي كاطو غير بشويه، ماشي بحاجه تعملي او شوكولاته. او انا سبق لي عملت لكم هادو سميتهم نوع من الحلويات العوامه استعملت هادو نفعوني بزاف، عمرتهم بثلاثه بالعجين وحطيتهم، وكنستعمل فقط هكا في العوامه في الزيت وكنقطع بالسكين. العوامه جات رائعه، اللي باقي ما شافهاش في الفيديو يشوفها، راه كتجي مقرمشه ولذيذه بزاف. عمرتهم بحال ما هكا وكنعمل هكا وكنقطع، عملت عمرتهم كلهم وكنستعملهم بصراحه كينفعوا بعض الاوقات، راه كينفعوا فقط بيورو واحد من محل تاع اليورو، بصراحه زوين في الوان كثيره. كذلك جبت من عندهم هادو تاع البوزه تاع الكلاص بالمعالق ديالهم، كنظن من يورو هذا، اي من محل الاورو، بالمعالق ديالهم اما بالمحل الاورو او تاع الكيك، نسيت بصراحه تاع هما كيبيعوه تاع الايس، وكتاخدي الايس بيهم بالمعالق ديالهم، وفي نفس الوقت يمكنكم تعملوهم تزينوا بهم في الاعياد الميلاد، تعملوا فيهم خصوصا الا كان عندكم بنت ولا ولد كتاخذوا على شكل ولد كتعمروهم هنايا. يعني استعمالات متعدده، ماشي ضروري تعملوهم بالايس، تعملوهم نوع من الحلويات، نوع من الفشار، يعني البونبون، يعني اي حاجه تزينوا بهم تزينوا بهم طاوله في العيد ميلاد. بصراحه جميلين بزاف، اللون ديالهم عجبني خديتهم، نستعملهم اما في العيد ميلاد او في الكلاص، يعني الشكل ديالهم زوين والثمن ديالهم جد مناسب بصراحه، رخيص بزاف. فيهم سته،
ستة من هاد الكويسات وستة من المعالق، يعني 12 بياسة. كذلك هادو كل شيء عارفهم حتى في المغرب موجودين، هادو ديال الحلويات شريتهم من عندهم 36 سنتيم بأين أورو، فيه كمية كبيرة بصراحة، فيه 12 تاع تورتن شبيتسن، يعني ثلاثة ديال 12 ديال التورتن، ونوعيتهم زوينة تا هي يا بيورو كنظن بأورو أين أورو زوينين. دائما كنشريهم هادو لأنه ماشي فقط كنستعملهم في الكيك، وإنني ما كنستعملهم حتى في الديكور في البيت او غرفه النوم، كنحطهم في الطاوله وكنحط منهم في شي شغلات يعني كنزين بهم. مثلا غنوريكم دابا شكل اخر، مثلا كنحط عندي هنايا حدايا، هنايا كاينه واحد الطاوله كنحط بحال هكا بيضه وحاطه فيها جميع انواع الطواجن المغربيه، حاطه واحد الديكورات من برا، وداخل حاطه الصحون تاع الضيافه، وحاطه هذا من برا، حاطه هذا كيف هاد الشكل، حاطه هكا مزينه بيه، كنزين بيه بحال هكا الديكور، فما كيتوسخ ويتقطع كرمي وكنعمل الشكل ديالو زوين. وصراحه كي عمليين بصراحه حتى في غرفه النوم حاطاهم، حاطه حتى الصغار حاطاهم، نوريكم حتى الصغار حاطاهم بحال ما هكا. شوف كيف كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي جميل صراحه، وكيعطيو منظر. عندي الخزانة عندي بالأبيض، وحاطة ديكورات كذلك ديال إيكيا نفس الشكل. وبقى لي هذا توا شريتو من الكيك، الكيك كيحطو حويجات رخاص بزاف ونوعيتهم زوينة بصراحة. بالنسبة هذا خاص بالأرقام والنجمة وواحد النوع من ديكورات الأرقام، يعني الثمن ديالو 2 يورو، خدته فقط بعشرة سنت يعني درهم، حاطينه صافي بغاو يتخلصوا من هاد الاشياء، وحاطينه باقيين جداد وكل شيء زوينين، العلبه ديالتهم حاطينه 1.99 خاصة بالارقام، فحط لقيتو عاملينه ب 10 سنت ما ترضتش. بطبيعه الحال خديت واحد، كانوا حاطين بزاف صراحه، ندوت علاش ما خديتش اكثر، نعطيهم هدايا بحال هكا زوينين بحال هذا الشكل للناس اللي كيبغيو يعملوا الحروف وهكا الديكورات. 10 سنت لغير، يعني كيحطوا اشياء جد رخيصه صراحه ورائعه، ونوعيتها زوينه. وبقى لي هاد الحاجه بغيت نوريها لكم، هادو بالنسبه هاد تا هما خديتهم من محل ان اورو بلا الزجاج ديالها، غير هادي هذه خديتها من ايكيا، هذه 2 يورو كنظن، هذه زوينه عملي كنعمل فيها الزيت، كنعملها فيها اي حاجه، وكتسد مزيان عصير وكلشي يعني كضغط مزيان. هذا ماشي بغيت نوريكم هذه، انا بغيت نوريكم غير هذا. هاد الاسلاك خديتهم كذلك من محل ان اورو، كانوا عاملين فيه التخفيض، كتاخدي 3 بيورو وخديتهم ما ترددتش بطبيعه الحال. بغيت نوريكم واحد الشكل زوين بالنسبه تعملوه حتى في الغرف لوليداتكم، ويعني ماشي خطير ولا في اي بلاصه، حتى في شي ضيعه كنتو فيها وما كاينش الضوء، دائما خذوا معكم هذه وعملوها في اي قنينه، عرفتي كتضوي مزيان. هذه الشمره كنستعملها في الليل، وهذه كذلك نفس الشيء محل هذا سميتو الكيك كنظن، الكيك جبت من عنده هادو، منها كتجي لمبه، غنطفي لكم الضو نتمنى تبان لكم، وغنحط لكم صور كيف كتشوفوا. وهادو كذلك اللي كاينين في الجانب، هادو كذلك اللي في الجانب اشتريتهم من عندهم، حاطينهم كذلك ثمن جد رخيص، حاطينهم في التخفيض في الليل، كيبانوا اكثر الشكل ديالهم جميل بصراحه، رائعين وما كتخافيش منهم حتى الوليدات بالنسبه للشمع اللي كيبغي هذا الشيء. انا بالنسبه ليا كنبغي في الليل نخدم فقط هادو، وماشي بحاجه للضو، لان الضو هذا الشيء كيريح الاعصاب خصوصا بعد نهار طويل والشغل وهكا، كيبغي الواحد يرتاح كيشعل هذه، يعني جد رائعان، كتعطي واحد المنظر جميل للغرفه. وهذه الفكره حبيت نوريها لكم، تقدر تعجبكم وتعملوها في بيوتكم، تعملوا اي قنينه ماشي ضروري هذه القنينه، المهم ديال الزاج تكون بيضه باش تبين لكم اللون، بغيتوها حمراء تعملوها حمراء، بغيتو اي لون، انا فضلت نعملها ابيض باش تعطي شويه ضوء زوين. فقط دخليها، هما عاملين لك هذه الحاجه هنا فين كتصطفي وفين كتشعلي، يعني ما كتحرق ما والو لانه غير بطاريه، وكتبقى مده طويله، من جبتها فقط الان ما تقادتش البطاريه، البطاريه كتدوم مده طويله، وكيبيعوها بالبطاريه.
كتعمليها في قنينه بحال هذا الشكل هذا وكتعطي منظر زوين. اي قنينه عندكم خصوصا الناس اللي كتقطع عليهم الضوء هاد الفكره زوينه تكون في الغرفه وتكونوا مجهزينه بحال ما هكا. مجرد تقطع لكم الضوء تعملوا هكا ما تخافوا لا تحرق لكم الضوء لا حاجه. تعملوا شحال من وحده فيهم ومن حطوا ديكور وفي نفس الوقت تنفعكم. ما تقطع لكم الضوء تعملوا هكا ماشي ضروري. ولا بغيتوا تطفوا الضوء هكا ترتاحوا تشعلوها كل غرفه تحطوا وحده بحال ما هكا منها ديكور ومنها تنفعكم. خصوصا اللي كتقطع له الضوء كيقلب وين فينا هي الشمعه ما الشمع وين لقيناهاش وتشعليها وصعيبه الولاد ياما الناس طراو مشاكل بالشمع. كنصحكم البنات استعملوا هادو راه رخاص بزاف الثمن ديالهم رخيص بزاف خصوصا كيعملوا تخفيض. انا راه شريتهم ثلاثه او ربعه بس باين اورو يعني الثمن ديالهم زميل احسن من الاشياء ديال الضوء. انا عندي ديال الضوء عاملاهم ولكن حتى هما كنديرهم ولكن هادو احسن. وهادو حتى هما بالبطاريات منهم كيعطيو ديكور تعلقوهم في حتى التلفزيون حتى شي ورد بحال هكا وكيعطيو منظر زوين. كطفيهم وكتشعليهم كيف ما بغيتي الشكل ديالهم زوين. انا كيعجبني بحال هاد الاشياء جايبه منهم عدد كبير صراحه لكن اللي عجبني بحال هاد الاشياء الثمن ديالها رخيص بزاف والمنفعه ديالها اكثر واكثر. كنظن هادو هما تقريبا الاشياء اللي اشتريتها واللي كنت مشاريها من قبل حبيت نفيدكم بها ولو بالقليل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو شويه. نعاود لكم مره ثانيه الا حبيتوا من حمد فيديوهات في اشياء كثيره بغيت نوريها لكم مشتريات اغراض اي حاجه بغيتوها ما عليكم الا تكتبوا لي وتدعموني باللايك باش نعرفكم ان الفيديو عجبكم ان اعجابكم باش نعطيكم فيديوهات اكثر وننوع شويه في القناه ما نبقاوش منحصرين فقط على الطبخ وبعض المرات الخرجات. نعملوا اشياء كثيره واعمال يدويه لو بغيتوا حتى هي نعملها لكم في اشياء كثيره عندي. فقط اكتبوني وشجعوني بالتعليق وتشتركوا في قناتي اذا كنتوا اول مره كتشتركوا فيها وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. وما تنساوش تشاركوا اصدقائكم الفيديو بهذه المشاركه القناه غادي تكبر وانا غنستمر معكم وغنعطيكم اكثر واكثر. والان معليا انا نضرب لكم موعد في فيديو قريب بحول الله. مع السلامه.